السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت تقي أن وضعية المرأة في دول الساحل متشابهة من حيث الإسهامات والمعوقات، وأن مشروع استقلالية المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل يشكل أحد أهم المشاريع التي يعمل قطاعها على تنفيذها. جاء تصريح بنت التقي خلال إشرافها بمدينة كيفا على انطلاق الحملة الوطنية للاتصال من أجل تغيير المسلكيات الاجتماعية. أعلنت جمعية أسعد تسعد عن اختتام حملتها السنوية الثالثة حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم على مستوى العاصمة نواكشوط، كما أعلنت عن شراكة مع هيئة الرحمة للكشف عن 200 فحص مجاني. وقالت الجمعية إنها ستبدأ في الحملات التحسيسية الخاصة بعدد من ولايات الداخل الموريتاني حول أهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم. قال عمدة بلدية توجوني سيد محمد الخيد إن الدولة تنتهج سياسة عامة تولي التعليم مكانة خاصة، وإن ذلك يتجلى من خلال البنى التحتية المدرسية. وأضاف الخيد خلال تنظيم البلدية حفلا لتوزيع 200 حقيبة مدرسية أن توجونين ستسعى نهاية العام الدراسي إلى تكريم مدير ومعلم وتلميذ كانوا الأحسن خلال العام الدراسي على مستوى البلدية. أطلق المجلس الأعلى للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية محلية تنشط في حماية المرأة والطفل أسبوعا في مقاطعتي الصبخة والميناء، يتضمن أياما تحسيسية حول مخاطر المخدرات وتأثيرها على الطفل. وقد تمت انطلاقة الأسبوع التحسيسي من خلال تنظيم مباراة لكرة القدم بين بعض الفرق الرياضية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.